بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ما هو البرنامج الأول في حياتك؟ أعلم أنه توجد برامج تلفزيونية كثيرة تتابعها أنت في كل يوم، ولكن ما هو أقوى برنامج أثر فيك؟ لمعرفة هذا الجواب أجرينا دراسة، فوجدنا أن أكثر البرامج تأثيراً على المشاهد هي تلك التي غيرت شيئاً في حياته، وأحياناً تكون عبارة عن مشاهد لدقائق معدودة لا أكثر. وهذا بالضبط هو هدفنا. من أجل تحقيق هذا الهدف بدأنا التجهيز منذ أكثر من عامين، تنقلنا فيها بين ما يزيد عن 7 دول نائية، وفي أماكن هي من أصعب أنواع المعيشة في الأرض. نبحث لك عن أكثر مشهد مؤثر في الصحاري الإفريقية. كانت هذه مصدر حياة لكثيرين. سبحان الله، انتهت تماماً. لك أن تتخيل أن المشي الآن أصبح عليها صعباً. نعيش معك قصة مؤثرة في وسط الغابات الاستوائية، أحياناً فوق الجبال، أحياناً أخرى على الأنهار، والعجائب لا تنتهي. بعد مشي 3 ساعات في السيارة، نحن الآن في طريقنا إلى القرية التي في وسط الأدغال. هناك بشر يعيشون هنا. على فكرة هي لا ترى جيداً، ترى بعين واحدة، العين الأخرى ترى فيها. ما هذا؟ طعام بتاعهم. طعامها؟ أيوة. هي تأكل هذا؟ تأكل. يكفيهم لمدة كم؟ اليوم وبكرة. هذا اليومين. ومع تنوع السفر يجد الإنسان أحداثاً لا تخطر على البال. نسير بالسيارة 6 ساعات في وسط البراري في إفريقيا، ثم نجد طفلين يمشيان على أقدامهم في الصحراء. إلى أين؟ إلى المدرسة. المدرسة؟ لقد خرجوا صباحاً يمشون مدة 1.5 ساعة في مناطق خطرة منعدمة للوصول للمدرسة. ما الذي يصبرهم على ذلك؟ سترون بأنفسكم. في جمهورية النيجر مررنا بأهل قرية، فوجدناهم مجتمعين عند حفرة بالمئات ينتظرون دورهم. دورهم في ماذا؟ نزلت في الحفرة لأنظر ماذا يوجد فيها. لن تتوقع، إنها بقعة ماء. من شدة الجفاف اجتمعوا جميعا عليها منذ الصباح. وفي المقابل ذهبنا على بعد 900 كيلومتر من هذه القرية، فوجدنا العكس، قرية أخرى فاض عليها النهر فهدم القرية كلها. ما عدا شيء واحد لم يتهدم، بيت الله. نعم، لم يتهدم المسجد. فنفذنا معهم مشروعا تنمويا يعملون فيه بأيديهم. لو نفذوه فإن كل عائلة لن تبني بيتها المهدوم فقط، بل يمكنها أن تبني 3 بيوت كل 4 أشهر. ولك أن تحسب بعد سنوات ماذا سيحدث. انتقلنا إلى اليمن، حيث أدمن كثير من الناس علقات كبارا وصغارا. نحن في مدينة تعز اليمنية، زرعت الجبال كلها من القات، ولكننا طرحنا فكرة جعلت 5 من أصحاب المزارع المصدرة للقات يقلعون عن جميع القات ويخرجونهم مزارعهم، يحرقونه ثم يستبدلونه بأشجار البن والذرة والقمح وغيرها من الطيبات. فكيف حدث كل هذا؟ سبحان الله، كانت فكرة بسيطة سأذكرها لكم إن شاء الله. لما توقفنا في كمبوديا عند قرية مسلمة، دخلنا كوخا من الأكواخ فوجدنا فيه عجوزا مقعدة لم تخرج من هذا الكوخ. ومن المعتاد أننا نعظ أهل القرى ونعلمهم الإسلام، ولكن هذه العجوز هي التي وعظتنا ونصحتنا، فقالت كلاما أبكى المصور وأبكى المترجم، لقد أبكتنا جميعا. فماذا قالت؟ تدعو الله سبحانه وتعالى يعني أن يغفر لها جميع ذنوبها. يوميا هي تسبح يعني مئات من التسبيحات والتكبيرات والتحميدات على هذه الأدوات، يعني أهدافا في رضا الله سبحانه وتعالى. في الصومال، وأثناء تنقلنا بين القرى، وجدنا شخصا يعيش مع جميع أفراد عائلته في كوخ مساحته 5 أمتار في 4 أمتار. المفاجأة الأخرى أن عدد أفراد الأسرة الذين يعيشون بداخل هذا الكوخ عبارة عن 11 إنسان. والله الواحد صعب يبقى داخل 5 دقائق فضلاً على أن يعيش لمدة 10 سنوات. بالمناسبة اكتشفنا شخصاً آخر، أم الزوجة موجودة، أصبح الإجمالي 13 شخصاً في داخل هذا. والأب يقول: أنا أحس أني أسعد إنسان في العالم. ما هو سر سعادة هذا اللي جعله بهذه الفرحة؟ عندما تكتشفه سيتغير شيء من حياتك. نمشي في صحراء قاحلة تملأها العواصف، فنجد عجوز عمرها تجاوز 100 عام تعيش بلا مأوى في وسط الصحراء، وأولادها بعيدون عنها، فنبحث عنهم ونحضرهم إليها. فانظر إلى حالها. السلام عليكم. كيف جوالي؟ تمام. كيف حالك؟
ونجد شابا مسجونا دخل السجن بعد 3 أيام من زواجه، عريس يقضي شهر العسل في الزنزانة. ماذا حدث له عندما أطلقناه؟ كنا جالسين عند أم عجوز تبكي على ابنها المسجون منذ 4 سنوات. كيف حالك يا خالة؟ وبينما نحن عندها دخل عليها فجأة ابنها حرا طليقا. كيف ستكون ردة فعلها؟ أيها المشاهد الكريم، انتبه إن جميع المسلسلات التي تعرض عليك في الشاشة وربما تتأثر بها هي عبارة عن تمثيل لا أكثر، وأما ما سأعرضه عليك فهي وقائع حقيقية. أنا لست أحكي لك قصص حدثت في الماضي، بل أنت ستعيش معي الأحداث بتفاصيلها لحظة بلحظة في رحلة هي من أعجب وأجمل رحلات حياتي التي استفدت منها. تخيل أن كوخا من القش تسكنه عجوز مشلولة لوحدها ولها ابن لا نعرف أين هو، لغز. ثم نكتشف أن ابنها عاق ويسكن بجوارها في بيت كبير من دورين، وعنده سيارة ومزرعة وضع بينه وبينها أسلاك شائكة. وتقول أنه لم يزرها منذ مدة لم يعرف عنها، وهي مريضة تطلب منا أن نذهب بها إلى المستشفى، تريد منا أن نأخذها، وهو يتركها ولا حتى يزورها. أنا سأحاول أن أصل إليه، يعني لعلي أستطيع أن أحاول أن أقنعه أن يبر أمه لكي ينجو هو. والله أخاف عليه، ما أدري ماذا سيفعل الله به. هي لا تريد أن تشتكي لنا، فقرر فريق البرنامج الذهاب إلى منزل الابن وطرق الباب عليه لنصحه. مع عدم معرفتنا بردة فعله التي لا يمكن التنبؤ بها، السلاح منتشر هناك، لا أدري ماذا سيفعل بنا. ماذا تتوقع أنه فعل بنا؟ وماذا حدث الأم بعد ذلك؟ أريدك أن تعيش معي القصة بأحداثها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع برنامجك أحلى رحلة. كنت أظن أن هذا اليوم سيكون يوما معتادا من أيام رحلتنا الإغاثية إلى كمبوديا بأقصى مشرق آسيا، ولكنه لم يكن كذلك أبدا. بدأ اليوم بالتنقل في الغابات وبين القرى، وكان هدفنا إحدى الغابات التي توجد فيها قرية مسلمة. وفي هذا اليوم أخبروني عن امرأة كبيرة في السن مريضة في بيتها، وهذا يحدث لنا كثيرا، نجد كبار في السن فنزورهم ونخفف عنهم. ولكن هذه السيدة كانت حالتها مختلفة، لم أرى بيتا، لقد كان كوخا من قش وسعف النخيل ولا يصلح لسكن الحيوانات أكرمكم الله، فضلا عن أن تسكنه امرأة كبيرة في السن. دخلت الكوخ بعد الاستئذان والسلام، فتفاجأت أن أول شيء أظهرته لنا هذه العجوز هو دمعتها، ردت السلام بالبكاء، ثم أخذت تشتكي من ألم في يدها، والذي وجدنا فيما بعد أنه شلل بسبب جلطة أصابتها في الدماغ. عندما نظرت إليها رأيت في عينيها كما عظيما من الحزن، ما أظن أنه فقط من أجل المرض، لا بد من وجود سبب آخر. أول شيء فعلته أني تركت عيني تتجول في الكوخ، تقريبا لا يوجد شيء، السقف مخرم ومليء بالحشرات، وعند هطول الأمطار فإن الماء يخر منه، وهي تجلس على لوح كبير هو فراشها وهو مجلسها وهو أثاثها. إنها لا تكاد تملك شيئا في هذا البيت إلا أدوات قليلة. ولكنه لم يكن أصعب شيء في المكان، فإن أقسى ما في الكوخ كانت الوحدة، هذه العجوز كانت وحيدة وبشكل صعب جدا، فمن الذي يصبرها بلا جليس ولا عائلة؟ على الأقل إنها تحتاج مساعدة، إنها مريضة. سبحان الله، عندما تنظر إليك فهي تشتكي بلا كلام، ولكني لم أعرف بالضبط ماذا تريد. عموما المترجم قال إنها تشتكي من ألم في يدها، وأنا أحس أنه يوجد شيء آخر، ولكني تصرفت بناء على حسب ما سمعت. ولما بدأنا بالبحث عن مرافق يذهب معها للمستشفى بدأ يتكشف لدينا اللغز. سألت عن ابنها فلم تجب الأم. هل لديك ابن؟ نعم. أين هو؟ لم تجب. لا أستطيع أن أخذها لوحدها، لابد أن مرافق يساعدها. سألت جيرانها، يا جماعة أين الابن؟ فأخبروني أن هذا هو بيت الابن، فإذا هو منزل كبير ملاصق لعش الأم، مبني من دورين، وأمامه سيارة ودراجات نارية، وأمامه مزرعة وأبقار. الرجل بالنسبة لأهل القرية غني. أنا أصبت بصدمة لم أكن أتوقع.
الصدمة الأخرى التي أصبت بها أنني اكتشفت أنه يضع بينه وبين أمه سياجا شائكا يمنعها من الوصول إليه، وتقول أنه لم يزرها منذ مدة لم يعرف عنها، وهي مريضة تطلب منا أن نذهب بها إلى المستشفى، تريد منا أن نأخذها، وهو يتركها ولا حتى يزورها. أنا سأحاول أن أصل إليه، يعني لعلي أستطيع أن أحاول أن أقنعه أن يبرأ أمه لكي ينجو هو. والله أخاف عليه، ما أدري ماذا سيفعل الله به. وأنا أريد أن أعالج هذه العجوز المسكينة، ولكني كنت محتارا بين خيارين اثنين، إما أن أنصح الابن لعله أن يتوب ويعتني بأمه، وإما أن أذهب بها إلى المستشفى وأترك الابن لكي لا أضيع الوقت. طبعا نحن لا ندري متى ستتضاعف آثار الجلطة، فقررت أن أذهب بها إلى المستشفى، ولكن نظرتها الحزينة منعتني من ترك ابنها بلا محاولة. لم أستطع، لقد جاءني إحساس قوي يدعوني للذهاب إلى منزل الابن وطرق الباب عليه، مع عدم معرفتنا بردة فعله التي لا يمكن التنبؤ بها. فمن كان هكذا فعله مع أمه التي ولدته، فكيف سيفعل مع من سينصحونه وربما يعاتبونه؟ قد يرى ذلك تدخلا في حياته، وما الذي يضمن لنا أنه لن يعتدي علينا؟ السلاح منتشر هناك وقد يحدث أي شيء. استعنا بالله وطرقنا الباب، وأول ردة فعل ظهرت علي هي الانبهار من أشكالنا، لباسنا، لغتنا. لقد صعق بعرب يراهم لأول مرة في القرية، ربما رأهم في التلفاز، لكن أن يظهروا في بيته فهذا غير طبيعي. وجهه كان مندهشا لدرجة أنه ما أكمل لبس ثيابه أصلا. هو جاء إلينا، أخذت أكلمه وأطلب منه أن يأتي إليها وأن يراضيها، وهي تنتظر في الكوخ لوحدها. فماذا تظنون ردة فعله كانت عندما كلمته؟ ماذا فعل بنا؟ ماذا فعل بأمه؟ لقد فاجأنا بقبول واستجابة سلسة ما كنت أتوقعها منه. لقد أثلج صدور الحاضرين جميعا بدخوله على أمه بعد طول غياب، ويطلب مسامحتها، وفي النهاية رافقها للمستشفى في العاصمة، وبقيت في المستشفى فترة، ثم رجعوا إلى قريتهم. وبعد استكمال العلاج من الجلطة التي أصيبت بها كان يعتني بها في مكانها بعد رجوعها من المستشفى. وقد حاول الابن معها أن تسكن معه في بيته، ولكنها رفضت وأصرت على البقاء في كوخها، ولم تخبر الابن بالسبب. ولكني سألتها في غياب الابن عن السبب، فقالت إنها لا تريد أن تكون مع زوجتي لأنها تؤذيها، ويكفيها أن ابنها يزورها في كوخها. فقام الابن بترميم الكوخ حتى لا يخر السقف بالماء، ومن أجمل الأشياء أنه أصبح يهتم بأدق التفاصيل، حتى أنه يؤكلها بيده، يشربها بيده، وابتساماتها تتوالى، والحمد لله، الحمد لله الذي شرح صدره للهداية. والله لقد فرحنا لفرحة الأم التي رجعت لها ابتساماتها بعد طول غياب. فأرجو من كل من لديه أم على قيد الحياة أن يرسم ابتسامتها اليوم قبل الغد، الآن قبل أن يأتي يوم تتمنى ابتسامتها فلا تجدها. الابن إذا ذهب قد يولد لك غيره، والزوجة تجد مكانها زوجة أخرى، لكن من يأتيك بأم أخرى تعطيك حنانا لا يساوي حنان أي أنثى أخرى، وتدعو لك أكثر من أي إنسان آخر. حب الأم مختلف، حب الأم له طعم آخر، المشكلة أنه لا يمكن تعويضه، هي أفضل أبواب الجنة. كم من إنسان يتمنى الآن أن يرى أمه ولا يستطيع، وأنت تستطيع ولا تذهب إليها؟ اتق الله فيها، فوالله إنها لا تستحق منك ذلك. ألا ترى أننا أحيانا نتكلم مع الإنسان الذي نراه لأول مرة بأسلوب أجمل بكثير من الأسلوب الجاف البارد مع الأم التي عاشت معنا أجمل أيام حياتنا؟ يكفي الصوت الذي نرفعه عليها ثم ننتظر بر أبنائنا؟ كيف يمكن ذلك؟ اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحم من مات منهم، واحفظ من بقي منهم، واجعل الملتقى معهم في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.